أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم مدام إلهام، صاحبة ومؤسسة بيوتي بيس صالون. أهلا مدام. أهلا وسهلا فيكم. بداية علينا وعليك يا رب، وشكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم. مدام، بداية ممكن تعرفينا المزيد عنك وعن بداياتك مع الصالون؟ أنا الحمد لله هون بدبي صار لي 11 سنة، فصار يعني بيتنا الثاني أو بلدنا الثاني. بالتكويني مصممة أزياء، بما إنه ما رحت على مجال كثير بعيد اللي هو مجال الصالونات، فكل شيء بيهتم بالمرأة وجمالها وأناقتها كان كثير يعني كثير مهتمة فيه. ولما كذبوني أول شيء كنت أروح على صالونات في إما صالون كثير راقي ما بتحس حالك مرتاح، أو صالون بيكون يعني أسعاره منيحة بس ما بتحس إنه في هيدا الستاندرد تبع الخدمات. فلما انفتحت كان عندي توجه إنه لازم يكون أسعار منيحة ومتناول الجميع، بنفس الوقت يكون مستوى الخدمات على مستوى راقي. من هون بلشت. ما شاء الله. طيب مدام، لو حبينا نحكي عن الخدمات، شو الخدمات المتوفرة حاليا في الصالون؟ رجال ما شاء الله. طيب من خلال جميع الخدمات الرائعة اللي ذكرتيها، كيف تميزتي بتقديمها وكيف تميز الصالون؟ صالون بيتميز بالانتباه على التفاصيل، يعني أضفنا تفاصيل للخدمات البسيطة اللي صارت عم تفرق مع زبائننا. يعني مثلا بالمانيكير بيديكير اللي هي سيرفيس بكل الصالونات، نحن عنا تاتش متميزة بيرسونلايزد، كل شيء بيتم كمان عندي باك جراوند هوسبيتاليتي، فهيدا بضيف شيء للسيرفيس. فكل شيء بنعمله هون فيه لمسه من الهوسبيتاليتي، يعني ذا هوت تاول او الخضار الشيء الساندز البرودكتس اللي بنستخدمها. فكل شيء عم نحاول نجيبه انه انا عم جرب اول شيء، يعني اي برودكت هون مجرب ومسجل ببلدية دبي، كل البرودكتس عندنا يعني بحاول اجيب البريميوم، مع هيك بحاول انه تستدرس البرايسز يكونوا بالمتناول الجميع. جميل جدا. مدام، لو حبينا ننتقل للمستقبل، شو الرؤية والخطط المستقبلية للصالون؟ هلا نحن صار لنا فاتحين 6 شهور الحمد لله، والفيدباك منيح، وان شاء الله من هون لسنة سنتين نفتح فروع بأماكن ثانية. نتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق يا رب. مدام، من خلال خبرتك الطويلة في الإمارات وحاليا في كرائدة أعمال، شو نصيحتك لأي حد عنده اهتمام يأسس عمل أو يفتح بزنس داخل الإمارات؟ الصبر والمثابرة، هاي دول أهم شيء. يعني ما في شيء سهل بالحياة، أي بزنس تفتحه بدك تتعب عليه، بدك تلاقي عوائق، بس بدك تصحى كل يوم وتقول يوم جديد في أعمل هاي الشيء. الله كريم، الله بيسهل. إذا إني انت بدك تشتغل وبدك تسافر، الله يسهلك. اخيرا مدام، بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. على مواقع انستغرام، نحن اكتب على انستغرام، على كمان اونلاين ابلكيشن مشتركين فيها اللي هي فريشا، ورقم الصالون رقم على الواتساب دائما فعال بالحبيب. شكرا جزيلا مدام، نورتينا اليوم. شكرا لك. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
دمتم بخير وفي امان الله.